دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده ذروه الموجه شديده الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره راتب نهارا على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل الحراره راتب على اغلب الانحاء معتدل على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني النهارده طبعا هو من امبارح، واحنا قلنا ان امبارح والنهارده هم ذروه الموجه الحاره. هل بالفعل مستمره معانا الاجواء الحاره كمان ايام جايه ولا النهارده بس؟ هو طبعا خلينا نقول بالفعل ان اليوم في استمرار لذروه الموجه الشديده الحراره اللي بتاثر على معظم محافظات الجمهوريه. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى في الظل 40 درجه مئويه. وطبعا مش بس عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره، احنا كمان عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه خلينا نحس بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، يخلي قيمه درجه الحراره المحسوسه النسبه فقط عن الرطوبه اعلى من المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، واحيانا كمان ممكن تبقى اعلى بحوالي اربع درجات. صحيح. في المحافظات الساحليه وخاصه المحافظات المطله على البحر المتوسط، لان هي الاعلى في نسب الرطوبه. طبعا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيؤدي للارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه مع بعض الكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره. ايضا اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى هتكون 40 درجه مئويه في الظل، محسوسه 42 الى 43 درجه مئويه. الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط زي ما قلنا في الاول هي الاعلى في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 90% في الاماكن الساحليه، فقيم درجات حرارتها خلال فتره النهار ما بين 33 الى 34 درجه مئويه، ومحسوسه طبعا اعلى من كده. طبعا. المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد الاقصر واسوان بتكون الاعلى في قيم درجات الحراره لكن الاقل في نسب الرطوبه، فمتوقع عظمى فتره النهار تكون ما بين 44 الى 45 درجه مئويه فتره النهار. عشان كده هيستمر معانا الطقس شديد الحراره الرطب بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه خاصه في المحافظات الداخليه ما عدا سواحلنا الشماليه، طقسها حر رطب فتره النهار. هنيجي على فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس. مفيش نسمه هواء يا دكتور بالليل، مفيش نسمه، يعني احنا الواحد جاي لشغل الفجر مفيش نسمه هواء فعلا. بالفعل، لان احنا عندنا فترات الليل بتكون عظمة الرطوبة، يعني الرطوبة العالية اكتر بتكون فترة الليل. بالضبط، بتكون فترة الليل، وخاصة كمان ان احنا بالامس كان عندنا اعتدال او هدوء في سرعات الرياح. هدوء سرعات الرياح يخلينا نحس بنسب الرطوبة العالية، كمان قيم درجات الحرارة الصغرى، احنا بالامس مسجلين قيمة درجة حرارة صغرى فترة الليل 29 درجة مئوية خلال فترة الليل، فكمان فترات الليل لسه مستمرة معانا الليلة اللي جاية، أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية، لأن سرعات الرياح زي ما قلنا يعني هتكون برضو قليلة، فهتخلينا نحس بنسب الرطوبة العالية الموجودة في الجو، خاصة إن احنا في طبقات الجو العليا في مرتفع جوي، ده بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيخلينا نحس كمان بزيادة في نسب الرطوبة. حاسس إن الجو مخنوق فعلا زي ما بنقول عليه. بالفعل. خلينا نقول كمان ان في شبوره مائيه كده خفيفه بدانا نلاحظها على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هي شبوره مائيه خفيفه مش هتاثر على حركه المرور، لكن معاها انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. طيب. عندنا كمان النهارده في فرص لسقوط الامطار في بعض الاماكن من محافظه الوادي الجديد، بعض الاماكن الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد تحديدا محافظه الوادي الجديد، لكن هي فرص ضعيفه لامطار خفيفه مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن كمان تبقى في اماكن. يا ريت تمتد للقاهره يا دكتور، يعني نتمنى انها تمتد للقاهره. ممكن نلاحظ وجود بعض السحب على القاهره، لكن هي مش سحب ممطره. لكن ان شاء الله من بكره السبت تبدا قيم درجات الحراره. عشان الناس كلها بتسالني الجو هتنكسر الموجه الحاره امتى بالظبط؟ خلينا نقول بس هي الاول هتنخفض انخفاض طفيف مش انكسار كبير للموجه ونحس بيه يعني انخفاضات ملحوظه، لان احنا بكره هيكون الانخفاض بمعدل درجتين، يعني ان شاء الله بكره متوقع عظمى على القاهره الكبرى لسه 38 درجه مئويه مع وجود نسب رطوبه مش هنحس بالاختلاف الكبير، هيكون اقل حراره من النهارده. مزيد من الاحساس بالانخفاض ان شاء الله بشكل كبير يوم الاحد، لان يوم الاحد ان شاء الله متوقع عظمى على القاهره الكبرى
35 ل 36 درجه مئويه فتره النهار، فده هيكون انخفاض عن النهارده بحوالي 4 ل 5 درجات. هيكون في نشاط للرياح، نسمه الهواء اللي احنا بندور عليها هتساعد بشكل كبير ان احنا نحس بيه نسب رطوبه اقل، والمنخفض الجوي اللي مأثر علينا اللي هيكون سبب الانخفاض هيخلي الرطوبه كمان متوزعه في عمود الهواء، فمش هتخلينا نحس بيه وجود نسب رطوبه عاليه في الجو زي الايام. هتستمر معانا كام يوم الاجواء اللطيفه شويه دي؟ هي بقى الفكرة ان احنا عندنا بدأنا نلاحظ ان الانخفاض ده ما بيستمرش كتير، يعني احنا عندنا اليوم الحد والاثنين عظمى على القاهرة الكبرى 35 ل 36 درجة مئوية، نكمل كمان معانا للثلاثة، كان اعتبارا من يوم الاربع قيم درجات الحرارة فيها اتجاهات للارتفاع، لكن مش زي الموجة دي، يعني احنا عندنا الاربع والخميس العظمى على القاهرة الكبرى 37 ل 38 درجة مئوية، فهنرجع تاني ان احنا نحس ان قيم درجات الحرارة بتتجه نحو الارتفاعات، فعشان كده بنقول ان احنا خلاص في تغير مناخي بشكل كبير في الجو، طبعا في تغير عن اللي احنا متعودين عليه، الموجات الارتفاع في قيم درجات الحرارة اصبحت موجات طويلة والانخفاضات اصبحت قصيرة جدا طبعا. فلازم نقدر يعني لازم نواجه نتعايش نتكيف معاها بالظبط، لازم نتكيف معاها صحيح. ونأكد تاني على كل السادة المواطنين ان كل قيم درجات الحرارة اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل بالظبط، اذا كان محسوسة او حتى مقاسة، لو انا تعرضت لأشعة الشمس وخاصة ان أشعة الشمس عالية بشكل كبير في وقت الظهيرة بحس بقيم درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، لا قدر الله لو فترة طويلة ممكن اصاب بالاجهاد الحراري او ضربات الشمس، فبنأكد ان من الساعة 12 الظهر تقريبا لحد الساعة 4-5 العصر الفترة دي شدة أشعة الشمس بتكون عالية بشكل كبير بالفعل، وبنسجل قيمة درجة الحرارة العظمى في الوقت ده صحيح. فلو أقدر أتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر هيكون كويس جدا، لكن لو اضطريت أبقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم بقدر الإمكان يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس شمسية أو كاب، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، لازم باستمرار أغير درجة حرارة جسمي كل ربع أو نص ساعة تجنبا لأي إجهاد حراري، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، إذا استمية في إيدي على مدار اليوم وحتى لو مش عطشان أنا بشرب مية بشكل كبير وبالظبط، ولو أقدر أكون موجود في أماكن جيدة التهوية ده ممكن يساعدني إن أنا أحس بقيم درجات حرارة أقل ونسب رطوبة أقل. أكيد، وعشان كده كمان إحنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر حالة الطقس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي كمان نتابع بقى مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 40، الصغرى 28، العاصمة الإدارية 41، 28، إسكندرية 34، 25، العلمين الجديدة 33، 25، مطروح 32، 24، دمياط 33، 26، بورسعيد 33، 27، إسماعيلية 41، 26، السويس 40، 26، العريش 36، 25، كاترين 34، 20، طابة 39، 26، حلايب 36، 30، شراتين 42، 29، شرم الشيخ 43، 30، الغردقة 43، 31، بني الفيوم 42، 26، بني سويف 42، 27، الوادي الجديد 44، 28، أسيوط 43، 28، سوهاج 44، 29، قنا 45، 30، والأقصر 45، 30، وأخيرا أسوان 46، 31. النهارده مستمر معانا الأجواء الحارة أو شديدة الحرارة، نخلي بالنا من ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 للساعة 4، ما نتعرضش بشكل مباشر للشمس عشان لم نصاب يعني بالإجهاد الحراري، لكن من بكرة وبعده أو على مدار الثلاث أيام أربع أيام القادمة هيكون في انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مش بشكل كبير لكن الأجواء هتكون لطيفة شوية عن الأيام اللي فاتت.